متابعي اليوم السابع، اهلا بيكم في بث مباشر جديد من تلفزيون اليوم السابع. يمكن بنرصد ليكم اراء طلاب الشعب العلميه. امتحان الديناميكا، الامتحان كان عامل ايه يا شباب؟ ايه الاخبار؟ قول لنا كده ايه الاخبار؟ الامتحان كان عامل ايه؟ يمكن اراء طلاب الشعب العلميه، علم رياضه، امتحان الديناميكا اليوم في محافظه بني سويف، لجنه مدرسه الايمان الابتدائيه. بنرصد ليكم اراء الطلاب حول امتحان الديناميكا. قول لنا ايه رأي الامتحان كان عامل ايه؟ الامتحان كان عامل ايه؟ قول لنا بقى ايه؟ طب عايزين نعرف يعني، كلمونا. الامتحان كان عامل ايه؟ يعني يمكن طالعين طلبة بيقولوا الامتحان كويس. قول لنا ايه رأيك في الامتحان؟ كان في حاجة كده ولا؟ طب الامتحان يعني ايه اسهل من السنه اللي اسهل من يعني كنت متوقع انه يبقى بالطريقه دي. لا هو صعب بس اسهل من السنه، اسهل من امتحان السنه اللي فاتت. يمكن ما زلنا متابعينا متابعي اليوم السابع بنرصد ليكم اراء طلاب الشعب العلميه هنا في محافظه بني سويف. الامتحان كان عامل ايه يا شباب؟ يمكن نرصد ليكم اراء طلاب امتحان الشعبة العلمية علم رياضة مادة الديناميكا في محافظة بني سويف اليوم الثلاثاء. يمكن الطلاب الشعبة العلمية علم رياضة خرجوا و ما زلنا متابعينا متابعي اليوم السابع بنرصد ليكم في بث مباشر من محافظة بني سويف رصد آراء طلاب الشعبة العلمية علم رياضة اللي بيقدم امتحان الديناميكا اليوم. يمكن الشعبة العلمية علم رياضة الأعداد قليلة بالمقارنة بعلم علوم وأدبي. يمكن احنا هنا متواجدين في محافظة بني سويف وبالتحديد امام مدرسه الايمان الابتدائيه. حابب اقول لحضراتكم ان مديريه امن بني سويف وفرت حواجز لدخول الطلاب الى اللجان، بالاضافه الى توفير بوابات الكترونيه لدخول الطلاب ومنع وقوف السيارات امام اللجان. يمكن بعض الطلاب طالعين ايه الاخبار يا شباب؟ طب قول لنا، طيب ايه اللي كان فيه يعني كده؟ صعب، في كتير كتير صعب الصراحه، كان في حاجات صعبه كتير، في حاجات ورسومات بالذات. طب الناس كانوا طالعين زمايلك بيقولوا مقارنه بامتحان السنه اللي فاتت ده اسهل شويه. يعني كان محتاج وقت اكتر من كده. يلا بالتوفيق ان شاء الله. يمكن ما زلنا متابعينا متابعي اليوم السابع بنرصد ليكم امتحانات طلاب الشعبه العلميه. مبسوط ولا ايه؟ ليه؟ ايه الاخبار؟ يمكن ما زلنا متابعينا متابعي اليوم السابع بنرصد ليكم اراء طلاب امتحانات الشعبه العلميه علم رياضه في محافظه بني سويف. يمكن الطلبه خرجت من الامتحان بعد انتهاء امتحان الديناميكا. امتحان كان عباره عن ساعتين. يمكن في خروج الطلاب اللي لسه في طلبه طالعه. ايه الاخبار؟ يمكن لسه الطلبه طالعه اخروا شويه. ايه الاخبار؟ كان كويس ولا ايه؟ ليه كده؟ مبسوط ولا ايه؟ كان في حاجه؟ لا الامتحان كويس بس
طويل شوية الوقت. يمكن ايه الاخبار واخبار الوقت ايه؟ الوقت ضيق بس بقى، كان بقى 5 اسئلة في اخر نص ساعة. فاضطريت يعني لا.